بيلعب في برج العرب وانا بدور اشرف بن شرقي دون راير اشرف بن شرقي عدم السوليه اشرف بن شرقي يلعب العرضيه شريف خلي بالك واضح هدف من تسلل واضح 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 في اللقطه الماضيه اشرف بن شرقي لكن العرضيه من الاول وادي امامنا ما بين احمد فتحي وما بين محمد هاني ويسجل امامنا هدف في مرمى شريف اكرامي لكن اللعبه من اولها تسلل من اصل تسلل الحكم المساعد